أهلا وسهلا. وأكيد ما حدا منا بيخاف من أي حي، يعني أحياء. هو المرأة إذا مع بنت الحي بتمشي من حدها، إذا مع صبي بتوقف. بيعرفوا كتير فيها إشارات، طبيعة كلها بتعطي إشارة، وكل إشارة بشارة. وبتتذكروا وقت صار القديس شربل، يعني سموا قديس أو شو ما بدكن، استنار ضوى، عيش وحده كان، بعتوا له اثنين من الرهبان يخدموا، واجا حرامي معهم فانوسين، سرق الفانوسين ومشي، ركضوا ورا الرهبان تيقشطوه، طلعت الحية، خافوا، وضلوا حامل الفانوسين. اجا شربل شاف الحية، قال لها يا مباركة ارجعي على بيتك. بس راحت الحية هجموا الحرامية، قال لهم ما تخلوا الحية أرحم منكم. قال له يا خيي أنا ماني عايزهم هالفوانيس، جيت أخذتهم هودي إلك، أنا ما بدي إياهم وبشكرك. تعجب، رد الفانوس، قال له أنا خادم عندك. مين بدك تكون عامل الناس بأخلاقك؟ مشان هيك هيدا زمن العزلة قد ما فينا، لأن شو بدك تعمل إذا كانوا جمهور كبير هلا وبدك تغير الناس وبدك تغير العالم؟ ما بتقدر. خليك بعزلة قد ما فيك، وبتقدر تدعي، دعائك بيوصل إذا من القلب. هلا في ناس من غير كواكب صوروا قديش في بهالكرة الأرضية جمال. ما العالم، هاي الكرة الأرضية كانت كوكب طابة، تقسمت وتجزأت وجزر الله هو الجمال، يعني ما ممكن يعمل شيء بشع. لقيلي وين في شيء بشع؟ وقت انت بتشوف هالجمال يلي فيك صرت تشوفه برا، هيدا مرآة لإلك، مرآة لإلك، مرآة. بلبنان بتلاقوا مطاري حلوة كتير هيك، ليكوا على النهر كيف تنعكس بالمي، شوف هالشجر بالربيع بتصير تصرخ إذا بتجوا على منطقة حصبية وتشوف. ليك هون هالشجر، بتقعد تحت شجرة هيك يا حبيب قلبي، بتعطيك كل طقطة، بتوصلك على القمر، على النجوم، على المدد، يا أبد ويا صمد ويا سند. مشان هيك إذا بتقص مثلاً النخلة بتشبه كتير الفقرات اللي فينا، هيك دويرات دويرات دويرات، والبصمة دويرات. هلأ قصص وهي رمزية وحقيقة كمان. هيدي القصة حدثت في قديم الزمان، كان في رجال عنده حمارين، بيقوم بحمل حمار قدرة وطنجرة ومدري شو وهيك، وكلها فاضيين ما فيهم شي، وحمار التاني بحمله كيس ملح. بيمشوا على الحمارين، تعب هيدا تبع كيس الملح، تأنزل شوي اقعد بهالمي. نزل جابوا الملحان، جابوا كيس الملح، طلع هيك مشرقط ومنيح مضوى هيك. قامت هيديك، لأنه هيدا الملح جاب، بس هوديك الطناجر وحطتهم فاضيين ما فيهم شيء، أعطيت الفاضيين لهيديك وأنا حملتني هالكيس، تعبت بدي أرتاح. بيقوم الحمار لهيديك بدي يعمل مثله، نزل وطلع وقع ومات. ليه؟ لأنه تعبت الجرة وتعبت الماء وتعبت الطناجر وتعبوا كلهم مي، ما قدر حمله. تعلم درس صاحب الحمار، كان لازم أعرف أتوازن أنا، ليش حملته هيك وليش حملته هيك؟ فأزن أنا كمان، بدي أحمل صليبي وصليب أمي وصليب بي، وتعب هي وتعب هي وتعب هي وتعب هي. لا، بوقع أنا وبوقعهم إلهم، كل ما عملنا شيء. فإذا كل واحد عنده أمانة، أنا معي بزرة وأنت معك بزرة، لا تنزرع، بتعلم منك وتتعلم مني. أنا زرعت كوسة، أنت زرعت خيار، أنت زرعت مقتة، جاي تصلح المقتة، ما هي
طعمتها وطيبتها انه لوقه. لشو بدك تصله دنبه للكلب؟ ما هي دنبه هو، شو ما عملت بضل يرقص وبضل يهز وبضل مبسوط. قال له جاي حميتي لعنا، بدي اتصله دنبه لانه ما بدي خلي شيء بالبيت يحب الحما. خلت الابر تفل واجت قالت له ان شاء الله ما ازعجكم، قال لها بنشرب فنجان قهوه سوا وبتروحي عادي. نعم الدرس هو ليس كل ما ينفعنا ينفع الغير والعكس صحيح، لابد من أن نفعل ما يتناسب معنا فقط دون أن نقوم بتقليد أعمى. لا تقلد الأعمى، قال له قلد اللي عم بيجيب أكل للأعمى. خلاص ما لازم نساوم بالعدل، في مساومات وفي مساومة وفي مثل بعضنا. مساواة والعدل شيء أساسي بين البشر، وين راح العدل؟ قال له مات عمر. لا ما مات عمر، فيك وفيه. افعل الشيء الصالح المناسب لك ولا تهتم بما يفعله الآخرين بك. بيعضك الكلب بتروح بتعضه؟ ما تضيع وقتك. اليوم بدي فرجيكم، أنا عشت فترة مع الام تريزا وقلت لها يعني عندي مكتيب بعد بخطة بيخطي بطيارة خاصة وعمكة والمدينة وبتشوفي انه اذا المسيح منه هونيك بيكون مسيح الكاثوليكي، يعني ناخذ الانجيل ونركض تزيد الكاثوليك، ناخذ القران تزيد السني، لا تزيد الشيعة، لا الحمد لله. شو نحن عدد؟ نحن عده. انا هون كنت معه وعشت فتره طويله، وين ما شوف في رهبات للام تريزا لانه شفتها، بس دائما نفكر انه ليش بدي يكون كاثوليك، ليش بدنا نزيد الكاثوليك؟ صرت شوف هيدا كمان بده يزيد السني، وهيدا بده يزيد الشيعة، وهيدا الأب عفيف عسيران يعني مسلم وصار أبونا. كانوا ثلاث أولاد، قال له أنا بعمل درزي، أنا بعمل مسيحي، أنا بعمل هيك، عندهم إياها بالفطرة. وضلني أقول له أنا عفيف عسيران وإلي طلعي 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 معه فولكسفاجن. نطلع هيك وأخدم عنده وأخدم. كان عندي عشق إنه أعمل شيء. بي عم بيصرف علي 150 ليرة بالشهر وبده يسألني شو عم بعمل فيها بركي، ومجوزة أنا بس يعطيني 150 لأنه اللي جوزته كمان بياخذ له شي 100 ليرة. أسألك أحلى ما تفلت بنتي وهيك، ضل يسألني. بعدين كبرت صرت أفهم أكثر، قلت له ليه بدي منك 150؟ أنا بنقي اللي بدي إياه وقول له نار اللي بفتح الجرور ما بلاقي مصاري بدي كبك برا، أنا بدي ميل بدي أعمل شيء. وهيك تعرفت على أغنى الأغنياء إن كان بلبنان أو برا. وبس بلشت بهالكتب قال لي انت فتي عالجنة، انا بعدني برا. قلت له خلص لا مال ولا مجوهرات ولا شيء ابدا، في شيء اغلى من هيك. كنت صادقه مع كل شخص، هي اللي بدي في شيء. شفت انه في شيء اهم بعد، do what you love money will follow. قال لي رح تطبخي لاغنى اغنياء هالكره الارضيه ورح تعيشي معي. ميتشي كوشي قال لي بس وصلت. قلت له ما بدي لا هي ولا هي. كنت بلشت اقرا اوشو. قال لي كل 50,000 سنة تيجي واحد مثله. وليش عم نخلف أولاد هيك؟ البنت أخذت لها أنباطة ولا نبط عم بدق. قلت لها ليكي إذا قال لك معك سرطان بالدم ما تخافي، هيدا بيتي هون ما بدي شي منك بتصحي. بس عرف مريم نور زاد الدوز وماتت. وقالوا لي بشوفهم من وقت لوقت بحكي أنا وياهم، غيروا أكلكم، غيروا نواييكم، حبون لهالناس يلي بسببها أمك عملت اللي بتعرفوا يعني حبلي وعملت تاتو وقعدت شب ارجيله وبتحضر هالمسلسلات. تفه علينا، تفه هالمسلسلات شو عملت فينا، مسلسل سلسلنا. فاذا خلص عند الارمن 7 اجيال لورا و7 اجيال لقدام ما بيتجوزوا القرايب وتحضر حالها انه بدها تكبر بنتي تنظف رحمها وتنظف رحم. مشان هيك بتلاقيهم شاطرين ما بيعملوا حرب ما بيقتلوا. بس هلا بأرمينيا كنت تعيش ب$1,000 بالسنة، هلا بدك تكون من الأغنياء تتعيش بييريفان بس فوق بالجبال بتعيش ب$1,000 بالسنة لأنه فلاحين. ونحن هيك بقى نرجع إلى الضيعة، بدنا نعيش فلاحين بالضيعة. رح فرجيكم هالدواء موجود هون بالأمة العربية، كلمته مهضومة بس انتبهوا
مضاد اكتئاب والتفكير ومشاكل مادية وعاطفية. شوف شو اسم الكلمة، ما هيدي اللغة مهضومة الكلمة، بس ما تخلوها تنباع يعني، ما تشتروا أبداً هيك أدوية. نعم، شو عم بيصير؟ على وزارة الداخلية اللبنانية تطلب من الأهالي الالتزام بالقوانين المرعية في حالات النجاح، ناجح ابنه بالسيرتيفيكا بتقوم لقيمة. هيك كنا بالضيعة من زمان يعني، أخذ سيرتيفيكا ما بنعرف شو يعني سيرتيفيكا، كلمات يعني 90% بتلاقوها بالخليج مكتوبة بالعربي، بخط العربي، جبل علي، جبل إلي، هيك شهادة سيرتيفيكات 30 طلقة كلاشينكوف، شهادة البروفي 60 طلقة في ام 60، شهادة البكالوريا 120 طلقة مدري شو ماج مدري ايه، أربعة وقت تاخد الجامعة 300 طلقة دوشكا، خمسة ماجستير مضاد مع الار بي جي طبعا، سادس دكتوراه بمدري شو، إذا كان نايب مدفعية، إذا وزير فرض مرة دكوا للوزير، ما قلت له بيي وزير مثل بيك بس ما بيسرق كثير، بيسرق أقل. مهضومين ومع حقيقة يعني. هلأ هيدي حكمة هون إن شاء الله نقدر نفهمها. في واحد كتب بكتابه قال تعجب إنه كيف بتقول الحمد لله والناس بتقبلك. قال له إيه ضليت أقول الحمد لله 20 سنة بحياتي، ليش ما بدي أقول الحمد لله؟ قال له ليش قلتها؟ قال له لأنه كل هالدكاكين احترقت إلا أنا دكانتي ما احترقت، شو بدك أقول؟ الحمد لله اللي احترقوا كل هالدكاكين ودكانتي ما احترقت. أنتوا شو بتفكروا أنا؟ ولو ما قريتها كمان، ليش بدي أقول الحمد لله لأنه أنا بعدني هن ماتوا كلهم؟ قال الناس ثلاث أجناس، شر الناس وخير الناس وما بينهما. انتبه على شو عم تشكروا لله، انتبه على شو عملت عزيمة ووليمة. شو بدك من هالرجال عملت له العزيمة؟ شو بدك من هالبنت؟ شو بدك من هي؟ شو عملت بالخادمة؟ قديش في خادمات هلأ بلبنان عم بتكب حالة من السطوح بسببنا. أنا في واحد عنا بالحي، قلت الحق علي، عنده أربع بنات، عيش هو بالطابق الرابع، طلع على البناية وزت حاله تما ما يجي حتى على ولا سيارة، زت حاله ومات بين السيارتين. اجتمعنا شوية ناس قلت لهم كل واحد أنا بتكفل إني أبعت أكل لهالشخص، أنت بتروحي بتنظفي البيت، أنت بتعملي هيك، من النهاية رجال بعمري عم بيشحد ومعه شاب، قال لي اعطيه 1000 ليرة، شو يعني؟ قلت له أنا ما بشحد حدا بس إنه رجال كبير، قرب لي الرجال قال لي هيدا ابني اللي عم بيشحد علي. أنا مرة شفت مرة عم تشحد وبتحكي أرمني، قلت لها هاي رينغو خوسيس كروين شو أصل كنيس هوس كتير تلفن عمي اسمه بيزانتي غيان، ما في حدا بالعالم ما بيعرفه مثل جبران وضرير، وكان يجي يعلم الجامعة الأمريكية، وإذا الأتراك حاطين علم التركي يجي ماشي من أنطلياس على الجامعة ما بده يمرق من تحت العلم التركي. تلفنت لهم قلت له أنا ناطرتكم هون وفي وحدة أرمنية عم تشحد، إجوا دغري سألني ليه عم تشحدي؟ قال ابني مجوز وحدة أجنبية وإذا أنا ما بجيب مصاري كل يوم ما بتفوتني على البيت، دغري حطوها بلي. حكيت ابنها قال لي مرتي هيك، قلت له أنت هيك، المرة هي الرقبة بتبرمك مثل ما بدك، هيدا زواج؟ انتبهوا ابنها تتجوز وانتبهوا مين ياخذين؟ أنت وأنت شو هيدا الزواج؟ هو سبب الطلاق؟ خلصنا. قديش في ناس بيقولوا هلا مثل رئيس جمهورية الأوروغواي كتير، أنا ما بدي أكون مع هاللي مشهورين، ما بدي سميهم إنه هني أوادم، لا أبدا عم بيتاجروا، بس رئيس جمهورية الأوروغواي في ناس غيروا قليل كتير، الأم تريزا إنه هلا بدك تعملها قديسة، الله عملك مسيح، بعد في أكبر من هيك؟ أقرب إلك من حبل الوريد، لا تروح بعيد، لا تفتش على المظاهرات وعلى المظاهر، شوف الظاهر. بدنا نعمل مظاهرة وتشوفوا شو بدنا نعمل بلبنان، يا بدي أقعد على الكرسي، يا بدي أكون صاري، يا بدي
هاي اللي عم قولها إلك ميشيل عون. مين بينسى بيك؟ رجع مثله فلح مكفي سلطان مخفي. نرجع إلى ذرة من الأخلاق. بس بقى نقعد على الكرسي، الحق على الكرسي يعني، ما بس يطلع ويقعد على الكرسي بينسى اللي قالون للعدالة لكذا وكذا وكذا. ما بيبقى الواحد هو مقهور، شو بده يعمل؟ بيطلع أغنى من الغني اللي كان قاعد خادم عنده. لا، بتعرفوا وقت اللي الملك عزم واحد اسمه أكبر، أكبر فلاح يعني، بس إجا هيك جاي عند الملك، انتبه، راح لعند صديق وقال له لبسني تيابك، لبسه تيابه وإجا ويلكم، أهلا وسهلا. صار يقول له This is why you are where you are، مشان هيك أنت هون، مشان هيك ليش أنت هون، مشان هيك ليش هون. بعدين إجا الملك لعنده بس عرف إنه إجا، قال له مشان هيك أنت هون. قعدوا تياكلوا، قال شو عم تعمل؟ قال له لو ما تيابي ما قدرت فوت لعندك، بدي طعم التيابي، هني اللي فوتوني، هيك عملوا. قال له هيك عملوا؟ قال له أكيد، أنت الملك، أنت السبب. الملك خادم والحرمين، خادم السعودية، مكة مدينة، نجد، ميم نون من وسلوى، هبطوا مصر، حطوا علم أبدان وأديان. كيف كانوا الخلفاء؟ ظهرهم أزرق ليه؟ قالت له ولادي ناموا من الجوع، بس هلأ جارتي بعدهم ولادي عم بيبكوا من الجوع، وحدا عارف إنه هيدا علي ولا عمر ولا عثمان، كلهم يحملوا مثل بعضهم، مشط بنته للحبيب فاطمة مثل غيرها، كسنين المشط كلكم. فإذا كان يا أمير المؤمنين، وين هلأ يا أمير المنافقين؟ وقت اللي إجا فرانسيسكو لهون بده يقتل المسلمين، قال له الخليفة رح خبرك شو هو المسيح في القرآن الكريم والمسيح شو هو في الإسلام. بكي فرانسيسكو، بيو نوبل وغنى ومال، حضروا برادر سان سيستر مون، ترك سيفه ومشي والدم يمشي من إجري. نعم، وهيك الحبيب بدعاء الطائف، وقال رح أرجع عيش بأسيزي وابن كنيسة المسيح الحقيقية. الإنسان هيدا الساجي بدي، ما بدي مسجد. وجربوا يقتلوه اعلى سلطه، طبقوا هيك انه منشيله منقتله، هيدا خطر الفطره، خطره شو هيدا عم يعمل، هيدي حقيقه المسيح، هيك عملنا ببيتاغوراس وبهي وبهي كلهم. راح بالاول اعطيه ورقه تقراها تكتب، هو عم بيقرا، قال له انا جاي لعندك شو ما بدك تعمل فيي، وبفرجوك شو هالعظمه بالفاتيكان ومين ومين ومين، عم بيعطي أمر تيقتلوه. إجته إشارة من المسيح، نزل وبسلوا إجره، وهيك عملت المجدلية وقت غسلت إجرين المسيح. قال له يضاس، شو هذا أغلى العطر، منبيعون ونصرفون على الفقراء. قال له الفقراء عندكم في كل حين، عم بتغسل حالة. هيدا اللي قاله المسيح، بيت الله جعلته مغارة للصوص. ولما قالوا له يا بطرس يا بولس بيك مات، قال له فيني روح ادفن بي 3 أيام تقاليده. قال له دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض. شو حلوة هالكلمة، يا حبيب قلبي أيها الحق لم تترك لي صديق كالقابض على الجمر، لو ما عاش محمد قالها، يا عرفنا إلا الله يا علي كالصراط المستقيم. هيك بتاعتكم تسألوني شو عندي دين؟ قال له لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما تعبدون. الدين معاملة، الدين أخلاق، هيدي اللي بدنا نرجع لها من بعد هالدمار الشامل. 2020 بسنة 17 رح تشوفوا، بس 2020 بنكون بنينا أعلى برج بالعالم، هيدا اللي بدك تقشع حالك فيه، أعلى حزوق مقطوع.
وقت بيقولوا مرسمعان العمودة قعد على العمود، هيدا رمز. العمود هو جسد المسيح، إيديه للمسيح بالدنيا، جسده vertical و horizontal yin yang. وقت قالوا له للمسيح لأمتى رح تضل على الصليب، هيدا رمز، قال لهم بضلت آخر واحد من أخوتي بالدنيا، عربش علي أنا سلم درج عربش ويفوت على الجنة، ساعتها ببرم الباب وبسكرها. هيدا رمز، من صلب شبه له. رو كتاب The Mustard Seed، حبة الخردل، هيدا توما كتبه. توما كان هيك، أنا مثل توما، بدي أفهم، بدي أعرف، بدي أعرف ليش كل شيء أفهم، ما بدي هيك أحفظ مثل ما أنت بتقلي. فإذا أنت عندك كل الحرية، كلنا خلقنا أحرار، عيش ولا تختار ولا تحتار، كن بهاللحظة.